أشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بما وصلت إليه علاقات مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تميز على كافة المستويات، والتي أضحت مثالا يحتذى بما يرفدها من قاعدة صلبة من الروابط التاريخية في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله، منوها بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالين المالي والاقتصادي ومواصلة تعزيزه بما يعود بالنفع والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث رحب سمو نائب حاكم دبي بوزير المالية بزيارة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، مشيدا بعمق علاقات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وخلال اللقاء نوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون المالي والاقتصادي المتميز بين البلدين، كما تم استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين. كما عقد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اجتماعا مع معالي السيد عبيد بن حميد الطاهر وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة.